حبيبي وازع عزيزتك طيب ومعجب تكفى قفل علينا خيمه رد من روسنا روسنا انا راسي خلاص بنفجر ترى من عجاج من عجاج والله بنفجر ما في عجاج يا ابو معجب برد عشان محلك تكوي ابو معجب ما اخذ الشاي تصعيد هنا ما هو يمك يعني يا ابو معجب قفل خيمه بسرعه راسي كذا مش حاطه هنا ابو معجب ما خبرتك تفك زي كذا الحبل لا من داخل وازع من داخل ابوي تعال جنب وازع تعال يا وازع الشيخ وازع على خشم جعل عيني والله ابو نقص جعل راسك يبقى حي طول عمرك وانا اقول نبدا شوفكم خلوا شيء يفتح شوي بس عشان العجاج يطلع احنا يوم خفت الهواء رجعنا ولا قبل شوي هبت علينا هواء وحاستنا و معها غتة معها غتة ايه ما هي الغتة؟ عاصوف انا سكتم بكتب قفل خلاص لا ما هو كامل الولد هذا كان العجاج لا ما عليك والله لا يا مسلم نذبح احنا عندنا بس ما في جواب شوف كيف يعوم شوف كيف يعوم بس الباب مفتوح شوف الباب والله ما يطلع بس انت شوف الكاميرا كيف تصور وجه حمود لا ماني مثل اللي انتم خابرين يا مطالحة كافو تعال وازع شفتوا مسلسل حار انت بتراك محرم الحبار نفسه لا حد يطلعها انا اشهد خلينا الحبار عاد صدق من اللي قال واقعيتكم ازود من اللازم من هو؟ من هو؟ سامي حزام ايش قال؟ ولا محمد منصور؟ اللي قال ايش؟ محمد منصور اللي قال واقعيتكم ازود من اللازم هل خذنا قص من ذي شفت هذا ونعم اسحون عم كل الربع يا ربع ودي ذي تبون اي والله هذا اكلنا مع هذه ودها عندهم اي والله تكفى لان والله انها بتقعد هنا قاعد لموريت من ومشاتنا وانا والله ودي اسولف عليكم بس اذا كنتم تذبحون سوالف يا بسكت لا اللي بيذبحها ولا واحد يسولف علينا يلا اترككم المجال اسولف سولف اترككم ايش المجال لجل صاحبي ما يحتار ابعدها وانت دايم تقربها وترى الشكوى اداله رياجيل يا مشهار تربع ابليس بروسها لين خربها تخبر ذاك اللي السالفه ذيك اللي يوم قلت لك في حاجتين هنا اذا سبحان الله ولا هذا الليل طاريها انا اشهد انجا كيف افطنت عليها اللي يعرف انا ابغى اشوف شو النهايه افطن الله سبحانه الله اللي يدل سبحانه هيش. ولكن سبحان الله شوف ما كتبت لي كتبت الغيب مثل الضوء هذه اللي عيت لها تشب تعبتني مره حتى ودي اطقها 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 بسرعه اطقت لين تحترين طلعت تشتبين ابشر خافت شفتوا اما تشب اما ولا اما اما رجل ان اما تسولفون سوالف تليق في المجلس وفينا ولا انقزرها كم واحد ودي والله انا سولفت انا واجع سوالف طيبه قبل شوي اجي على قالهم معجب الله غبر ذنبك ابو واحد والله يعطيك العافيه ابو شعوان ابو شبيب وين السكينه وش قلت معجب وش يا يوم طيب ايش قلت ايش فيك خفت ايه على زواجك انا عاد نمسولف الا معي على زواجكم اللهم يا ابو ناصر اما ابو ناصر عز الله انه الله يوفقه بالزواج بالزوجه الصالحه ان شاء الله وتزوج ونحتفل فيه كلكم كل زوي عرس هنيه كلكم حتى ابو معجب لا تنسونا من الدعوه انا ابي فرقاره ايش فيها الا هنا هنيه من نساح هي اسمها نساح ولا نساح نساح نعم ننساح طيب أمورك ما زبانها هذا ايش اسمه مجروب صح؟ هذا مجروب ايش المشكلة؟ يا حبيبي ظلامك ما تجي لا يا ابو ناصر وش وين اسوي؟ الساعة كم الحين بالله؟ سولف سولف انا تولي هالليل انا ادري عندك سوالف لا يعني انا برد طلقت يا قوم وال لا سولف انا بطول
طاري على عطنا سالفه طاري ايش السالفه ما تجيك السالفه من سولف ايش طاري قال سولف معي طيب وانا بقعد معك في السواليف مره موضوع ان شاء الله موج البحر تعال قط سولف معي انا قال الشيخ عبد الرحمن قال اعطيك جوالك الحين قلت لا محمد ظالمها موجود سلطان وحش موجود خير يا رجل قلت لا ان شاء الله بكره تكون الربع بكره خلنا لما بكره عليك حم مايك بكره انا ابو معجم عزمين على العرس اخي بنكنسله عشانك الزواج ذاك والله انا بعيد لكن ابو ناصر والدي رقم حسابه عندي بنحول له عنيه السلام الله يوفقنا وياه كم العنيه هو صمع من عشان العنيه اعرف انا كم العنيه اللي اتصل ولد ما لك تزوج هذا طول عمر السنه قلت له يلا وجهه لا لا والله اسلم 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 لا اسلم 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 طيب سؤال لحظة بقول حاجة اسلم اسلم يوم اطلبكم الحين يوم اطلبك ما ليش تعيد؟ ما تعيد من يسولف من البيسكو نعم سولفوا اسكتوا سولفوا لا طول عمر السلام اسلم ابو معجب تدري لحظة تدري ليش قلت لكم سولفوا؟ ابى اعلمك ابى اطفي الموت اطفي الموت ليه؟ حط الموت ابى اقول لك والله جد والله بقول انا طالب يا الربع فهمت يا الربع اسلم عطنا علومك يا ابو يلا اسولف هذا مرتي يا طول عمر السلامه تعال بقول لك عشان لا خلاص لا 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 عشان يعذرني عشان تعال احنا بغنا نسولف واصل اعلان لا لا ما مزح مزح زي كذا ما تعال خليني اسال واز يا الربع بس خل الربع يخلص ايه عذرتني السميح حكم عذر مبارك قل 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 لي اسف فشلتني تو قل لي اسف ابو مبارك يجيبين بيلك معقوله يا رجال معقوله اها ابو الكتمان يلا مرفوع 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 يا ابو مبارك عندي سؤال ابغى استاذنكم ابي اسال الوازع ليش كتب جلسه اخوان شمه اخوان شمه طال الله عمرك لقبنا محمد منصور صاحب القرار ونعم 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 لكن اليوم اذكر اخر ما جانا والله ونعم اتوقع انه قال هذه الهقوه فيكم يا اخوان شمام اخوان شمام قلت خلاص من يوم ورايح وجاي اخوان شمام اخوان شمام كلنا مره قلت كل اخوان شمام نجيك منطلقين من اقصانا شرب السعد حنا ما لقوا حنا دقيقه ما اعطى طالب مطلوب اسمع اعطى ابو شبيب دقيقه يسال نعم رجل والله ما دخل منك كلمات ثلاث كلمات والله ثلاث كلمات ثلاث كلمات طالب ثلاث كلمات طالب ثلاث كلمات انا طالع عمرك يوم اخو قربت يا ابو ناصر تعال 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 والله ما تروح 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 انا وقفت ثلاث كلمات ما في شيء بتكلم اعوذ بالله اسمع يا ابو ناصر اسمع سام قول والله ثم والله ثم والله يا من يقول حنتوقع يا من يقول جابه لكن يسولف انا سلمت من بس انا سلمت انا ساكت السوسه السوسه تبي انا ساكت تبي انا ساكت ابو شبيب انا ساكت ولا لا هو اللي ساكت من يوم اقول لهم سولفوا عي يسولفون يوم اني سكت زعل اسكت خليني ابدا ساكت يلا سولف يا طول عمر السلامه قبل فتره قبل ما ترى يا طول عمرك قبل مده قال لي شايف الله يطول الله يطول عمرك الله يرشيدك عشت الله يطول قال روح البقاله وجيب النظره للغداء شو صار قلت ابشر على خشم ترى انك بات ايوه خليت مفتاح على لوكس حلو رحت صوب الديره ايوه ابو شبي حصلتني قبل ادخل الديره عامل يصير على الحد بقى طيب ورديتها لين تولجته. جربعته؟ جربعته. ادري شايف في البيت وعاين عجه مثايره. يعاني فيك. حتى ما بعت على البيت. ما بعت. بيننا بين الديره يمكن كيلو كيلو ونص. ادري شايف يتفكر في العجه يتفكر في العجه يتفكر في العجه. منين جت؟ ما درى انها. ولا بلوني انها لوكس. قلت ما عليك. مرت بقاله وخذيت انا بس. اغراض الغداء رجعت. يوم رجعت لين ابوي تو الباب. تو الباب قدام الباب. نعم. بس ما ولما معها معها جريده جريده تعرفون جريده الاخبار الله الله انا دخل قلت ما ابغى اتحاكم سوقني رياضيه ولا اقتصاديه لا لا اقتصاديه الله الله سوقني بها طيب ادخل حجت واركب الموتر واروح صوب الديره واول ما جت الديره لين تلقى العامل اللي انا متولج حطيت حسرتك لي
اللي انا متولد حر جاي الشوايب قال ما يدري العمل وش يلمك قال ولدك جاء وفحط علي وبغى يدعسني وكذا 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 ولا مسكين بالدبره هزع الله يرزقني بالسالفه الزحمه بس ولد ولد انا قد حلفت يوم قام عندي قام صبيه صبيه المهم يوم خلاف اضغط الشوارع ورجع علي دخل علي الغرفه ايوه مجند مسكين بدني مركب الصندوق اللوكس دقني بالحبل يا رجال اربطني بالحبل في الصندوق اكفى يا رجال والله انا حق نجرة واللي خلقنا نمد صاد مربطني مثل الشهر انت تحلف صدقي تحلف هيابه هيابه انت بك ولا لا؟ انك شاف قلبك الله وكيل الله يبيض قلبك مع عقال يضرب الموت ايش بعد الحبل الربط يبي يسوي شيء يبغى يودي المصلح يركب معي واحد من اخوانه والله مضبوط الصندوق صندوق يربطوه بالواحد يروح المكان الحدث خليني فيك ما فيك ما تشوف اخوك ايش سوى ندخل الديره هذا يوري الاثر يوري اخوي الاثر الطيب الاثر الطيب الوكس تروح من عيل العامل قال لي انا هذا الصندوق مربط المجرم الله المهم عود احول اخوي التسبيح احول على مسوى بس رجع البيت شويه موجه العصر دق لي ب 20 ريال قال هدي حروح الحين بقى على رجليك الله ها ايوه الله يلعن الشيطان اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان العج هذا زاقه من العج الاول ايش ذا العجاج اسكت ما لوم ابوه يا ميرب والله مو معجب لا حتقرا مو معجب اشرب يقول ما لوم والله ما لوم ابوك يا ميربطك عطش ما شبي ايش ماخذ ما ادري اختلفنا اختلفنا ضيع الفنان فنك يا اخي الله يلعن الشيطان وما ادري اعوذ بالله قال قابلت عرب والله لونه حريق لما سالفتك بغى اسمع له قبل واحد عند ريجي احنا عند معش معش سالفتك فيها اكثر من سؤال احنا الناس الحب الاصفر ولا الاحمر الالكس كم مديلها هاي طاقتي لا تضع الطاقه والله ضاع طاقتي بس شيء مو طيب والله ما تفكر طاقتي ضاع طاقتي والله العظيم يا ابو معجب اتلوم الا نفسك طيب انت تقول العالم يسير 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 ولا بيبسي يصير ولا بيبسي اشي ثاني يا اخي نزل غريب استقبلت عند الباب مع جريده ايه جريده اقتصاديه ولا رياضيه ولا حق العام عامه الاخبار مسموح انا حد دكتور يا شيخ يا شيخ العام ايش كانت جنسيته ايش تقول عليه ليش الهواجد يضرب لك الحمد والله والله طيب ما ادري ام خط هيليكس او كفار هواها كم كان 25 ولا 35 لا اي حزه في الليل ولا في الظهر لمبه البنزين ولا على والله انا اروح ادرس تعال تعال وين اللي يقول تصير بيننا اكبر من كذا تعال لا اله الا الله اعطيكم عطه اقول عطه شنو عطه وش عطه فلوس ولا عطه ولا عطه كاش ولا عطه ولا كاش اقول عطه كاش نعم ليش ما ياخذون اخذها كنت شبكه ليش كذا كاش رد رد وش بيرد راح زعل الكاش عدو الله يهديك يا ابو صقر الله يهديك يا ابو صقر تعقب في الخيمه انا اوريك الناس صارت معك لما الخيمه لا لا الله يهدي الله يهدي ابو صقر ليش ابو صقر يقول لي اسئله وش يقول يا عم شو نسيته ايام فحطها ايكس كم كان هواها كبر لا اي ابن فرزان ترى ايش يقول يقول ابوك يوم انه معي جريده اقتصاديه ولا رياضيه لا اسئله وابوك يوم ربطك والحبل اصفر ولا احمر انا شيخ ما اسوي ذي الحركات الناس ما يتقبلون المزح يا رجال شيخ وش فيه الشيخ وش فيه؟ حتى ما سمعنا شيخ وش فيه؟ شيخ وش فيه؟ السمع السمع لحظة بس لا بس فيه لا لا همتيه لا همتيه ظني بالحق ابني زي منعونا ولا اعلم منه الشيخ معنا الشيخ مع مع المعاون رح رح مع المعاون الحق معاونك مرحبا والله ما سهل بالنشاط اه من عنده سالفه يا الربع سولف علينا سولف بنده سولف لا والله همتي لا تبغاني الحق رفيقي لبي ابن فرزان يا ود اخذنا بعجه هنا سولف علينا ها اخذنا بعجه ابو من زمانه هنا حاسكم وحاشنا الجلدنا كلنا
وازع قمج مش بلا بعد دعسه لانكم رصيتوا رجله مسكين وازع مش علينا ما ادري ما حسينا فيه وازع مش فوق الخيمه بدهم جرى وازع نزل من فوق ما ايش صار اسمع الحين مو ابو شيء راس الله يهدي ابو صقر يهدي ابو فرزان ابو صقر ما يتحملهم ما يتحملون مزح الله يهدي ها تعال تعال اطلع لك ابو ناصر اطلع لهمك ابو معجب ذبح سلفت امس ذبحتنا عبد الله خبر ما هو بزين لك كل شيء العجوز ما قال شيء انت سؤال ما انت سؤال تعطى سؤال لا لا سلف علينا ما لحقته الاول الله يحييكم الله يبقيك الله يبقيك يا شيخ وما يسهل عمركم شفتوا رجال يضرب ضيوفه انا اشهد انا اشهد هذا الحق ما ضرب هذا والله انا ابغى رجال بضربكم واحد شرط على فريت عشان ما تقطع سولف الرجال ما تسولف الرجال ما تسولف الرجال احنا وقصات قطع سالنا ما قطع سالفته اذا احنا قطع سالفته ما شبع الحق ارجع وخلنا اذا احنا قطع سالفته او شباب الحق وما يلحق لكن مخلص سالفته سالنا اسئله ابو سعد ينظر قل له يا اولاد سالنا سالنا قلنا ايه ايوه احنا قلنا اسال قلنا احنا قلنا ايه ما شاء الله هذا الترخيص ما شاء الله 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 يلا سال علينا وازع ابو ناصر وهذا بندقنا معداد نعم وازع وينكم يا رجال اسلم يا وازع وش عندك من سؤال الاول هذا حصلت تاتي الضوء اذا عودنا صوبنا محلك وكذا فانتم قاطعتوا ضيفي لين شرب وبعض الاسئله شنو ما اذا احنا قاطعناه ورجال يشهدون بالله في سؤال اسمه الحبل اصفر الاحمر اي طيب من حبل في سؤال قصر افتح على وجهك اول سؤال طيب متى 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 سالناه احنا فارس شفتوا راح يعلم الكليب علي ادري ادري ايش يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو قدام والله شوف كيف رجعت بدون عزوز ايه لا عزوز هين يلا طالبك تاجه معك خلت الحال عزوز يجي يجي بدون يضحك يا رجال راح فارس استخدم استلم ابونس ابونس ما تبي انا اسمعي تبي انا اسمعي لا 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 انس اذبح سوالفهم الحالي ما قصوا شيء يا عرب ابغى احاول ازعلك دون عمري ابو ناصر اي شيء يجيك على القبه يقول الا مرحبا يا اخواني الغالين غالي اخوان شمع لا عد ثلاث سامي سامي افعالكم خذت والله ما اضرب مثال مثال للي يستمع واللي لا يستمع يشاهد يشاهدنا 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 شاهدنا يلا 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 تحصل ترى شاهدنا انت قلت شاهدنا ما قلته تراني شيخ ترك شيخ صوتك شركي يا زينه اي والله لبك يا قرب دعم وازع الله يبيض وجهك لبك موت قرب دعم صوره حلوه لبك قلوبهم كلهم هذه واحد واحد قرب دعم الله يعطيهم العافيه اجل ساكب هذه 53 4 الا 5 دقائق ملاحظه في الصوره وشي صوت وازع كبيره ما في مشكله بس شوفوا كيف حاط صوره الطواله صور ايوه ما ادري ما ادري ما ادري لا شوف ركزوا الطوال محمد وش بين حتى صورة كبيرة ترى هو قاعد ياخذ تدريجي فهمت وسط كبير صغير شنو انا كيف نقطة جاوب يا ابو ناصر وش السؤال السؤال لماذا صورة الساطي كبيرة وصورة محمد بندر وصورة عبد العزيز بن صقر وين حتى الراس لا 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 عني اثبت عندي طوالة وانا كشفه منه والراس اذا في محاباة علمنا علمني انا اجيب صورة مكان الحال واحطها هنا اكتب اخو 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 اخوان شمه بعدها اعود للتعليق على موضوعك الاول بتقول له قال حمصور محمد منصور منه يلقبنا شو حمصور يا امر علينا امر اي قهو اي هذه الهقوه احنا اي معايا هذه الهقوه عقب اليوم اخلعنا كلنا قدر يتخيل شك انه في الاستبعاد جميع مكان في الخيمه استبعاد كان السبعات ابو البيت انا ناطرك زي ما الشيخ عنده قرارات حط في خيمه قرارات نسال الله العفو والعافيه في الدنيا جا سم تراك مشرع تراك مشرع سم تراك مشرع يا علي مشرع مشرع سار سار هلا 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 سم عملي مرحبا لا اله الا الله يمشي 200 يا ريدي ابيك انا ابيك عنده لا اله الا الله ابيك انا ما يهمك اقول لك كتعاتي والله تبكي سم الربع فيه رجال بيغني اسلم عطنا هنقريب هذا هذا الخيمه وش غنى بيك شو الربع الربع صوت صوت يا اخي صوت يلا غني غرك هذا حق الخيمه تو مغري مشي ورجال خليك تدخل هذا حق علي والله اني بضل يا مقادير بيغني الربع اهلا الوفا يا اهلا المقاب سلام مني يا سلام بالفعل ولا بالكلام
خوا على منهج وطيب اخوان شم حاضرين والكل بالجنب ميتين والقاسية دايم تلي وانا لاعب وطيب يا سلامتكم سلام صحتكم ومتانكم صح صوتكم طيب انا طفت طيب الهنغري اي اخوان تكلم خلينا ما يتكلم شوف لا انا انس راح انس انس ايه ولا انس ها يا ريجي هذا صار يتكلم ولا ما يتكلم تختاره واللي يتكلم تكلم فلان تكلم فلان طيب ارجع لا تتكلم لا تتكلم فلان وش تسوي فلان خوش يا فلان لا تتكلم لا تسمع لي واضح عندي من شيخ ابو ارجع عشان من شيخ انا بصير شيخ وعند شيخ يا اخوي لما تحنا الكلام يعني قبل يا ولد هذه بدايتها ايش فيك يا ولد ما دام الخيمه بدايتها ما دام الاولى كذا تلعب اخرها هذه الاولى فنحت كلمه الثانيه فانس قسم بايات الله ومن حل القسم ها واقسم بايات الله لا 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 انا كمل خلاص رجع تدور يا شيخ الاستثمار قدام شيخ القرية خلاص عشان عشان تبقى يا ولد اسمعوك أن الحين كيف الخيمة لها قرار والقرية كلها لها قرار ايه ايوه هذه هذه قرارها عنده لا لازم تتفقون باقي لازم تتفقون الحل خلاص نتفق انا ابو ناصر حتفقنا عليكم بكرة لحقت رفقنا وسدينا خله تفرض مرجع في المجلس ايش يسوي؟ والله قروش انا ودي اني اقعد لكن انا ساكت ابو ناصر انا كنت شيخ يا اخوي انا ابي اقعد لكن انا ساكت خلاص انا قدر ما هذا وجهي في وجهي في وجهي في وجهي طلبناك يلا في وجهي واحد من الطرطونات ايش اللي يروح ايش اللي يروح؟ سم سم الايام الداعي انت تبدا سم يا سم يا عيال سم سم قبل تطلع ماشي مش نبي على ذا خسر ما هذا وجاي اتصدق ايه زعل ضربته اول ولا زعلته حبوب حبوب لا تغلط ما في شيء هذا الزعل داعي نحن اتفقنا وسدينا ما حد شي يزعل بنا اتفق ما حد شي يزعل من التالي بس انا طالب حبوب حبوب لا تغلط روح ترى في معمول اجيبها لكم نواف قلنا نحن اتفقنا بكره نحن اتفقنا وسدينا لا دقائق بروح واجي بس طيب ما رجعت في ورقه الربع ها في ورقه الحكوري في ورقه انا سو استاذ كل شخص سوى حركه لازم ارد عليه يا رد عليه من قريب من قريب تعال 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 يا جبان خايف انت علي كرتون من عندك الله يعافيك اطلع عليك على ربي قول امين يا الراشد خايف تعال يخليك امين القرار الاول بخصوص يا شيخ جاك ضيوف خل مني جاك ضيوف جبنا لك ضيوف استاهلوا جات الجلسه ارحبوا 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 مرحبا ترحيب خله هو سبب المشاكل والفتن مرحبا مرحبا حجاج بيت الله تعال هو سبب الفتن تعال عزوز تعال ما نزعلك اقعد يا ربي يا ربي اقعد تعال عند ابو ناصر الوفي وهو شامي اجل بس اول يوم لنا يوم قبل ما تحترق اللمبه دقيقه يا شباب قبل ما تحترق اللمبه داخل دقيقه قبل ما تحترق اللمبه داخل عزوز تعال تعجب وش انا جاي قايل لك قلت لي وخلصنا من الموضوع لا رجعنا على نفس الموضوع احنا مهم اني جوني الربع وزعلانين منك داخل الربع الربع فارس منهم الربع مالك شغل طيب انا ما بتكلم تكلموا الربع اللي شهاد كم مره اقول لك لا تقاطع واحد من ربعك شاهدوني كم اسمح لي وغير انك تقاطع غير انك تقاطع وتسمج السالفه وهي حلوه وتزبد اخويك وهو يسولف مو بي اخوي بعد واحد من قرب الدفع الرباعي ها ما تسمح لي بما اني شيخ شيخا على عمرك ماشي انك دحتر هلا ابو سمع شيخ سمع شيخ الثريبه عندك مو معجم معاوني كل ما قال حرف ردوا عليه منهم منهم انت يا انس بعد وانت يا بابا ابو معجب احنا سوينا كذا سيوه ليش ليش يقول ابو معجب دقيقه رجعت كلام ربطني ليش قال بحبل ازرق ولا انا عندي شهاده حق نعم بلاش تسعف بندر عندي شهاده نعم هذا متوسطه ولا ثانوي ابتدائي ولا بلا اسمه بندر يلا سألوه سؤال عادي قالوا شلون ايه وشلون الحب بس فاز من حقه يسأل متى ايه ومتى مخصص السالفة مخصص السالفة احنا قطعناه ما قطعوه بس في ضرب اسئلة لها رد لكن خلاص حصل اللي ما حصل شو اللي صار دقيقة
والله المستعان. طويل العمر والسلامة جيت مجلس الرجال. حلو. ايه. الكلام مع الرجال مع ناس. لها تقدير. خلاص الكلام هذا خلاص منك كلك. ولا حزمتهم من حشمة الأيمان. اللي صار بالضبط. دقيقة يا شباب دقيقة دقيقة. سوالف سوالف قلت عندي سالفة. حلو. يوم عديتها بقوا مقاطعون. من اللي قطعك؟ أخوي. قطعناك؟ إيه. قطعناك بالسالفة؟ أبو شبيب قطعناه؟ ما انك شهدت ترى عندي ابو شبيب ايوه انا بشهد انا بشهد قطعناه هذول الاثنين صبر هذول الاثنين يا ابو بندر اسمع اسمع جروب الدفع الرباعي ما تدخل بيننا اقول ادخل ولا عيني اقول اسمع طيب الكلام واضح ولا ما صبر ولدي حط مجلس وكذا صبر هذا ما يدري اني داخل البحر وطلع ناشف بالله بالله اقعد اسمع محمد شبيب اسمع محمد شبيب شهادة حق نعم انه قاطع عليه ربطناه بشترطو صح ايوه شهادة حق والله انا حطيت العلاء هم اشترطو لا انت من قرب الدفع يلا ولا انت معنا امشي يلا امشي بالثلاثة تعال عزوز يلا جلس جلس مع عزوز يلا عزوز علمك المغارب بس يلا تعال عزوز يلا معلمه مغارب ذبحنا 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 هذا الخنا عهود تعال يا رجال سامحوك ولا حنا بناديله ما حنا لا تنادي قرب اشوفك عيني تفضل 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 كلها علي لا انا اخطيت لك ما بالحالي عنده خطا علي اخطا معي اهدى خطا علي الحالي انت اللي اخطيت من الفرط الفرط من هو محمد بندر هم ضمهم كلهم ولا طلع ناس ايش ما طلع فارس معه فارس كان عزيز لفارس تعال تعال يا حبيبي تعال احنا بنصلح افرض زين بن معدي يقول فارس عيد السالفه عيد السالفه افرض زين بن بندر لكنه قصر فيه المختين الاثنين الاول من انس خلاص لولا الفتنه اللي سبب هذا ما جاك صح انا ما سويت شيء قلت له عيد السالفه لما كذا اقدح وقطع سالفته وسلاسله ما وجه سبحان من ترى بس ابشر رجال معاونين موجودين مستشار بر جوا ترى في يمكن استبدال الملكه شيخ ماني مراكيل لا يا مراكيل ولا 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 يا اخوان طيب تعرفون منه لا ما ابي حد يضرب لا لا يضربني تتك يا ابو معجب يا مرحبا وما سهل لكن الرجال ما قدر اللي بيننا ايه الرجال خان العهود وهدى. من يوم راح الارطوية وهما مضبوط الرجال خان العهود وهدى. بدأ ما يسويها ابو عايض من هنا انا سويتها قولوا لا اله الا الله تعرفني يا خالي لا اله الا الله تعرفني يا خالي لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم عليه جد النبي صلاح اللهم صل وسلم عليه ابو عايض عنده وانا هني وهذا خطي الخط ابي حلف انه لا قاطعني ولا تسبب قطع السالفه ماني بحافل على مواضيع ما تسولف اسمع قول لا تحالف يا ناس لا تسمح لا تعورني انك لا قاطعتني ولا تسببت في برود السالفه ايه ولا تسببت في سفهان هذا السالفه قرب ذبحت السالفه ولا ذبحت السالفه هم والله اني لك في المذنب ماني بحافل اطلع من عصاه واني لك فيما طلبت من حقك كفو انت كفو لك ماني بحافل اسمع قول لا اله الا الله وان كان قطعت السالفه وبرت وخليت السالفه سامده على ما يشهد اكثر من سمجتها انا اشهد ابغى الحق يا ولد وانتم اللي يعطون حق وياخذون حق ابو عاد لا تحلس لا ماني بحاله قبل شوي لا تحلف ابو عاد اسمع لا قبل 25 ثانيه من الحين اما لو انك جاهل انت كيف ماني بحاله اما لو انك جاهل عذرناك لو انك صغير سن عذرناك لو ان فيك تفقع عذرناك لكنك ريجين والله من كلها مو جاك اتصل رد على الجوال وقرقر بالبرديل من الليل وراحت ضياء بطارية مد البطارية عطني بطارية عيدها صلى على رسول الله يا رجال اي والله الخطة ايوه خل اسمع قول لا اله الا الله يا رجال لا اله الا الله حق الحين قاطنا في مجلس الرجال ايوه ينصف الحق وياخذ حق ويعطي حق شوف راح ويعده اسمعوا قول لا اله الا الله طلبوا مني الرياجي سالفة وسولفت من اللي طلب منك؟ طلب مني السالفة الرياجي للمجلس من هو؟ ما يبخصنا حدا ما نبعدنا عد اسمع خليني اخلص كلامي ايه هذا الخط يا انس بن عايض ابن عايض ابغى منك دين انك لا بردت السالفة ولا ذبحتها ولا قاطعتها هم الله لك اللي تبي لك وجهي لك المال والحال وان كان يا طويل العمر السلامة يوم سالفت بديتني على خليقة الله هم قطعت سالفتي هم خليت الرياجيل يضحكون عليها
فابغى الحق، وانا بيري يجي ظالم، كل منهم رجال يعطي حق وياخذ حق، وانت من ريجين ياخذون حق ويعطون حق ويعدون حد حق حد حد يعدون حلق حلق يعدونه. هل سمعت؟ لا فهمت. اما لو انت مطفوق عذرناك، جاهل عذرناك، خبل عذرناك، مرجوج عذرناك، ضعيف عذرناك، ضعيف عذرناك، لكن انت رجال خبله ملها. غير ما يمثل ربعه بني عم. طيب لا هذه وقف خلاص. خير اعترف وقف انا وقف. اسمع ابغى الحق يا ابو عاد، والري يجي على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة قصرني ثمانية. لك أنت في السالفة، أنت أنا معك أنا صاب السالفة ثمانية. أسمع أسمع لا تقاطعني قصرني. إن كان الري يجي طالب يقولون إن الحق لك فعطني الحق. اطلب الحق عليك. لا أنا أشهد. وإن كان الحق لي فعطني حقي يا أنس. هاو سلامتكم سلامة ما يسمع سلم. لكن تراها فوجيكم يا جان تعدون الحق. نسمع ذا الحين من خصم أنت بعد. هذا معدال. هذا معدال خله. ما تأخذ معدال. حلو ماني بحال. معدال. أسلم. الأولات ماني بحال. بعض الأمور إذا ما تزوم الحلف. أسلم. واسم الله عجيز عنها كل. أسلم. الشيء الثاني. أسلم يبو. الشيء الثاني. إذا أنا أخطيت على قطعت سالفتك زي ما قلت، إذا أنا قطعتها وأنت بتسولف ولا قطعتها، فأبشر بالحق. والشيء الثالث، إذا أنا في المشكلة الحالي، فأبشر بالحق. أيوة. وإذا ضايقتك بشيء، فأبشر بالحق. خلصت سالفتك وجدتك على سؤال اكثر من سؤال في السالفه نفسها. وين حالي؟ ولا ترى ماني بالحالي جدتك انا. صحيح سم. اصبر. بس هذا علمي. صحيح الاسلام. حولها علي. عد الحق. حولها علي انا عد الحق. عد الحق. عد معدالك. عند ابو بارك. حط معدالك. عطني عصا. معدال شماغي. لا هذا عصا معدال. معدال. اقول له يلا. حق معدال. معدال معدال خلنا. ايه معدالي انا. معدال انا استغربت. اسلم يا فارس. اول شيء انا الرجال جلست هنا وقلت يا الربع سولفوا. نعم. وقالوا ما احنا مسولفين ما حد سولف. وقلت يا ابو معجب يلا سولف. وش قال؟ قال ما هو انت اللي تعلمنا السوالف. هذا اول شيء. هذا اول شيء. لا وقال ما هو انت اللي تعلمنا من اللي سولف ومن اللي يسكت. قلت اجل انا بسكت وانتم سولفوا خذوا راحتكم. انا ما ابي المجلس يموت. كلام جرى. الشغله الثانيه خليناه لين يوم خلص سالفته قلنا ايوه وهو يعصب ويقوم ويرجف هنا ويجلس. دقيقه يا فارس الربع ذا موجودين يوم يقول ما موجود بندر موجود موجود بندر نواف فرجان وعبد الصقر ومحمد بن شبي موجود موجودين كلهم يوم يقول ما هو انت تعلمني وش تتكلم قال هو انت اللي تكلمني كذا نعم اسحب شهادة وبندر هذا اول شغله دقيقه رجع معدالك رجع معدالك رجع معدالك رجع معدالك رجع معدالك رجع معدالك خلص كلامي صلي على رسول الله الريجي ما تبع دقيقه دقيقه انا قاعد رساله عدها انا اتكلم اسمع انا اتكلم كلام الرجال صحيح ولا لا هيك يقول انت تسولف انت تسولف ما قال ما قال ما قال لا قلت سولفوا قال سولف الرأي كلمه سولف واحد الصوت ما انت اللي تعلمني شو تقول انت قلت ها طال عمرك لين ست دقيقة
ارحب يا رب. تعال سود الله وجهك. سود الله وجهك. من هنا قلب علي والله. انا جايك في واسطه وتقلب علي. احسس حبتين. اطلق اثنين ثلاثه اربعه في البرنامج خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر 11 12 13 14 15 16. يا عيني لا تبكين فهد يا قلبي لا تنضم قهلا وجه البسيطة زين والعرب بمرة الأيام انضت المشي على الباقين انت انا ودون الخوي صفين طوال انفش ذرى وحدام ذي حياة ابن آدم المسكين لو فرش رجال نعم وذار ذي حياة ابن آدم المسكين لو فرش رجال نعم وذار عجل عليه عجل عليه عجل عليه عجل عليه عجل عليه عجل عزيز عزيز عليه عجل 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 عليه تحية عليه عجل عليه عجل يلا يلا برم برم يلا لا اوصيكم اكبر برم برم مع ملك البرم برم يا بلادي يا بلادي فاصل سعودية يا صباح الخير يا بلادي يا بلادي يا سعودية يا صباح الخير يا بلادي يا بلادي يا سعودية يا صباح الخير يا بلادي يا بلادي يا يا ربع يا ربع صابر ايه يلا نور يا شيخ والله 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 ها يا شيخ انك تقول انتظرك يا ربعي لا لا ايه يا ربعي انا معك فهم خاص معك صبر صبر ربعي انا كلام اقسم بايات الله ما في لا اذا ما ها يا اخي ها انا اقدر اخذ يلا ثلاثة ونص خمسة ونص ثلاثة ربع والله ولا بشار ما عندي ثلاثة يا ربع اذا هدي طلعوا بسرعة اهدوا عشان طلع شوف الكاميرا من هو مشينا مشينا من هو؟ عطني العصر جو خلوا السمرة خلنا سابق لا استريح الربع استريح ايش اسوي مرة ثانية مرة ثانية عشان ابو معجب يدافع عنه طولوا عليه طول عليه بس بس عيني 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 واحد طول عليه يا وحنان ترقب بدا طاري مرحبا جاك الخير
يا مرحبا وحبا حبا بالرجال الله وجاك الله يطول عمرك يا حبيبي يا شو صحك يا حبيبي طيب ان شاء الله شو صحك يا مرحبا بالرجال يا مرحبا اول حاجه الله يعطيكم الصحه والعافيه الله يحييك ويعلم الله ان اشتقت لكم مجرد هذا 24 ساعه الله يطول عمرك هنا ذبيحه وهنا قهوه وهنا شاي وهنا حليب وهنا كامل المستلزمات اللي شفت انها ناقصه قبل لا اطلع وانتم تستاهلون الله اكثر وهذه جزء من مشاعر اهل الحفر الباطن لكم والجمهور يسلم عليكم جميعا والله العظيم يمكن ما فيكم السابقه اللي تجاوزوه من سلام ومن كلام ومن توجيه ومن محبه وعسانا من هذا وزود وكلهم والله انهم يثنون على الخوه وعسانا عند حسن ظنهم وانتم تستاهلون اكثر وعسانا كلنا مجملين عندك الله يطول عمرك ارحم والديك ولا عليكم زود مضرب مثال للطيب وللكرم ولا عليكم زود ولا عليكم زود طول عمرك ارحم والديكم وانتم دورون انكم تسالون اكثر راحنا طلع من غمامه وندخل بصحوه كل سابق على الخط سريع بيننا وبين النهاية مسافة ونهوى سابق على الخط السريع بيننا وبين النهاية مسافة والهوى انت زود بالثقافة وفي حسن الصنع كل حسن بين شاهي وفي جالك هوى من يحط الله قدمه ويسعى ما يضيع ويتوفق في كلامه وفي كل سحوى والسلاح الصبر والحلم مسرح الحوا الليالي كان مطاعتك لازم تطيع ماشي يافك ومدورك بجدوب الهوى نقف بوجه الليالي كما سد المنع كلنا واحد لحضر البلد والابدوة صفنا ما يدخل المنافق والوضيع والقلوب انضاف لو كل قلب والحوا كل واحد نجم يصدع راح نطلع من غمامة وندخل في صحوة ابتدى قبل سرى فرقايا المعلم قبل ما يصف ويحط في الأرض ثحوة في كيان الواقع الله جمع نجم كل رجل مشته العز والفوز شهوة كل بنا في مسابق على الخط السريع بيننا وبين النهاية مسافة والهوى انت زود بالثقافة وفي حسن الصنع كل حسن بين شاهي وفنجالك هوى من يحط الله قدمه ويسعى ما يضيع ويتوفق في كلامه وفي كل سحوة والسلاح الصبر والحلم والخلق الرفيع لو يطول الوقت خذناه مسرح الحوى الليالي كان مطاعتك لازم تطيع ماشي يافك ومدورك بجذوب الهوى نقف بوجه الليالي كما سد المنع كلنا واحد لحضر البلد والابدوة صفنا ما يدخل المنافق والوضيع والقلوب انضاف لو كل قلب والحوى كل واحد نجم يصدع على الكون الوسع راح نطلع من غمامه وندخل في صحوه راح نطلع من غمامه
الصحة والعافية. طول عمرك وارحم والديك. خل 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 خل. قرب يا ولد قرب يا ولد قرب قرب. اللي بيله نعيم. اللي بيله رغايف. اللي بيله جلد. اللي بيله رغايف. اللي بيله رغايف. اللي بيله ذبايح يا ولد قرب يا ولد قرب. هلا يا بيله ضح. يا بيله ضح. قرب يا ولد قرب. هذه عليها 1150. 1150. جس جس. هذه حقت حق من دي ذا؟ جس ودي صارت 1200 تخلي ذكرت جس يشيل ابو مرداع لفانا طيب اللحمة 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 تكفي ولد يلا من الزود من الزود 1200 1200 شوف 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 لفانية 1200 من الزود يا ولد من الزود قرب يا ولد قرب 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 يا ولد ألفو مكين ألفو مكين داني شيم رميات يا ننزل يا ننزل الأيام الأيام من وجهك تعال انزل 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 وين ابو انزل وين رايح؟ وين رايح؟ وحبا حبا بالجا بالجا يا مرحبا ايش فيك؟ أخيرا لا النجر ما مثله ما مثله النجر لو لدنة توش نبيبة 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 دنة توش نبيبة إيبة إيبة إحنا أحسن جروب منتدين شعار وفاصلين وثقلين وكوميديين وملعبين وما ننعطى وجه ما ننعطى وجه ونسولف واجد لا دحين كم ونص أربعة ونص خانزة أربعة وعودة 25 لا بقي وقت معنا جاب اللي جا جا روح يما باللي جا باللي جا يلا ديبرو خليك خليك صح روح شوف الداخل باللي جا دقيقة 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 الحين إذا رحنا المشاهد يتابع مين صح لا لا لازم نرجع لازم نرجع لازم نرجع لهم نرجع لهم الحين الحين نرجع شين وين يروح؟ بس المشاهد وين يروح؟ وين يروح؟ ثبتوك ثبتوك نعم أنا سأقف أنا وعزوز وأنت وأبو مشعل احتراما للمشاهد اللي قاعد يتابع نعم المشاهد نعم خلينا نعلم خلينا نعلم أنا جاز اليوم مكالمة عتاب لي ولك وللشباب أفا من؟ نعم أنا كنت نايم الظهر الظهر تقوا علي قالوا أنتم ما تطلعون على البث وأبشروا بس عدها أبشروا وترى احنا قاعدين عشانكم ونتابعكم اجلس بس قالوا صرفوا أبو شعوان وبندر العلي بعد وعلي مشعل وعلي مشعل شروفي والجماعة كلهم الجماعة عندما كلهم هذه هدية أبو شبيب احنا سامع تعال تعال نسامحه وان نسامحه ادي نقول سام خلاص فعل 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 تعال تعال من بعيد تعال من بعيد انا بصوت عليك تعال تعال
تعال حدة حدة تعال فعل 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 سلم نفسه يا الربع سلم نفسه سلم نفسه بنفسه فعل 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 بسرعة واحد اثنين ثلاث أربع خمس فعل 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 بسرعة سلم فعل 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 اضمن 200 ريال يلا يلا 200 نقطة 200 نقطة روح روح تعال تعال دب انا شفتها انا شاهد انا شاهد انا شاهد انا شاهد انا مخطي انا مخطي سلمت الحالي انا ما حدث الا انا انا شاهد معك تعال سوى ابك ندم على سافر او يا اختي علي سوى الحين سوى قدامنا يلا سوى تابعوا والنت ما فيه شفته شفته سوى لا يا اخي الله ما اختفي ما تضيع انا لا تعال انا ما اضيع انا اسفين اسفين تعال مظلوم جاهد جاهد من جديد يلا من جديد واحد اثنين راقب راقب ما في منه منه ما في التبه راقبوا ها راقبوا اثنين راقب العيون الحركات الخشم المسامع الفم ايش اي خطا اي خطا تحطونه على انس سم شاركين مرح والله من كذا ما معي من الرسائل اني خايف اني انساه لكن هذه جزء من مشاعر اهل حفر الباطن عموم وخصكم خالي مهلل مناع ببيتين وانتم تستاهلون يقول سلم على نفسك وخص المطاليك سلم على نفسك وخص المطاليك وسلم على الواقع اداره وكادر سلم على نفسك وخص المطاليق وسلم على الواقع إدارة وكادر من بينكم خوة عليها المواثيق تستاهلون المدح من طيب خاطر أني يوم طلعت أني يوم طلعت أن الخوة اللي بيننا هنية أني أشوف أن أشوف صداها برا يعني وعسى أنا عند من هذا المكان بإذن الله بإذن الله أيب لو أنتم تستاهلون وأنا أستاذنكم أنا والله أني أتوجه إن شاء الله وجهة صح الله سعادة وأستاذنك قرمشلي الشاهي عافك الخاطر انس اي والله اللي جاهز لا خلاص ده الشاهي اسمع حركة من حدود أنا مبسط قلت لنا نطلع مبسط والله ما كنت تسويها أبو عبد الله والله ما كنت تسويها هذه ما كنت تسويها أول يا ربي ما كنت تسويها ما كنت تسويها فينيش يا ولد انحر يا ولا شوي انقاذ أيض الله وجه من صلح الشاهد وجهك لا ذك ولا با ولا با بيض الله وجه من صلح الشاهي وجهي بيض الله وجهي نجيب الشطر الثاني هيا الله حير باك دري بنا نجيب الشطر الثاني مع كوب الشاهي سب تهيض القريحة سلام سب أسلم دود الشايب أسلم يا ولد الشايب شم ينا يضلع وجهك ابو عايد وجهك لما هو حالك ابو عايد وحالك يا حبيبي يخدمون كمان البنون والله يجزاك خير طول عمرك يدبلنا يتحدث معنا ادعي نفسي ادعي نفسي استاهل تفكر بيت الثاني يعني فين ده حسان
اي حسان ضيف من اللي جانا الليل. سلمت تسلم. بيض الله وجهك وجهك. بالعافيه قول بالعافيه. بالعافيه الله يعافيك. ماما. تبي جاه 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 ايوه جاه تعال. استغفر الله ما عندي العك عن طيب طال عمرك يسعد عليك ان شاء الله. انا ابي اعطني سلطان صرح لي شوي اعطني كوب بيكوب اي اعطني كوب فنجان ايه؟ في شاي انت تروح السلطان؟ اي ودي السلطان. الشاهي وخذ معه النعمي. اي في قهوه ما في قهوه؟ لا لا ما في. هذا الشاهي. شاهي بسكوت. لا يا الله. انت رجعت قهوه؟ ها؟ رجعت قهوه؟ انا والله ماني في قهوه. على راحتك. تسلم الصلاه ما تبقى لها شيء. صحيح تزق هذا سلام من دعاك. اي والله ابغى تسلم. يا زين دخول ابو احمد. استاذ اليوم ذا مبروك. اللهم لك الحمد. احنا وروعونا قالوا خلل في هذا روعونا استاذ قدام الكاميرا كذب اللي عندك ابو عاد انت ما روعوك ما انبسطت فيه خروج ها؟ روعوك ما انبسطت فيه خروج ما حبيت هذا ما احنا ما بهم انا ما احب اطلع نص المشوار بعدين هذه شغله ناخذ ناس راحه في مزحمين بس لطيفهم كلهم راحه في مزحمين هاي بفرقات من دول صراحه يلا تم تم القطه ب 13500 القطه وازحكم جاي طاري خروج انزلوا كل شيء عندي منه انزلوا كل شيء عندي عفى الله عنك بيض الله وجه من صالح الشاهي بيض الله وجه من صالح الشاهي اشهد انه مطلق ويا يعني ما ادري ايش يقولوا راسي أشهد أنه مطلق يا نهر راسي أشهد أنه مطلق يا عرب راسي أشهد أنه راسي أشهد أنه مطلق يا عرب راسي يا راسي ناصر والله أنه مطلق يا عرب راسي عاد وصلت اهم شيء انت كلمنا عرفنا من القاسي الله يطول عمرك انت كلمنا عرفنا من القاسي يا سلام ان بغيتوها كذيا كذيا ولا اخذوها على المقاسي يلا عاد يلا بندر يلا عاد يلا بس يلا عاد ان بغيتو ذا القمر من عرب ناسي ما ودك احد يشرب عرب ساسي لهالدرجه سكر ما في ما احب قهوه لك شيبان انت قهوه لك شيبان حط سكر لين تحت تلزق بالليمون لين ايش بك تجي تقول محمد تقول ايه يا ريجي محمد السكر يا ريجي ما ادري شو ياكلون السكر كذلك سلطان كركه كفو وريك اكثر السكر ما ادري ايش الميزه بالعكس والله دوزنيه هذا وزنيته كفو سكر زايد صدع بالراس اقول يهري الواحد عوض من السكر سكر زايد او من غير انه يصدع اقول شاي كفو ما عليك منه ادري مني معي مره ثانيه طيب لا قال وجود يقول يا ربعي صدع راسي اذا شربت حالي لا اله الا الله اقول انا يسرج لي كل شيء انا شهد محمد اقول انا ما ارتاح اذا شربت له الحين ابو احمد جاب لنا ذبيحه في وجهه بندق قلنا مقلقل منها فطور صباح ايه عجو راي مطبخ ما عليك عليها قال استلم قلت عنده قال عندي شيء اعطوه في مدرستي وجهه ابو احمد جاب لنا ذبيحه قال بيض وجهه ايه ذبحته وقال وقال عليها نزلوا فطور الصباح عندي مقلقل حي عينه قلنا وانت السالب انا خير ابو احمد عليه نور عجل الله الناس ولد نبغى نفس السلطان امس قرت علينا الصلاه توحد لنا سالفه تعطينا اسئله كذا نستفيد كل اي والله سلطان عن الخوة سالك بي حق سالنا كذا واحد سالك كذا سؤال يقول طيب خل... اسالك يا انا سعد اي والله سعد اسالنا كل سؤال موحد انا والله ما اعرف لا اسال انت لا شغلت طلع سلاحك متكامل انت محاصر اسلم وش تعني لك الثقة؟ الثقة؟ وهل توثق في اي احد؟ شوف ما هو كل واحد تثق فيه حلو ولا لا لكن الثقة شيء جميل إذا لقيتها عند الشخص المناسب إذا لقيت الشخص وثقت فيه شيء جميل جدا طيب تقدر تعرف الشخص المناسب ولا مع الوقت تعرف لا مع الوقت ما في يعني على طول يعني ولا شيء طيب إيش الفرق بين الصديق والخوي الصديق هو الخوي عندي أنا وجهة نظري أنا
والصديق هو اللي سموه الصديق لانه يجي على وضح النقا، والخوي كذاك على وضح النقا. لكن انا اشوف بعيني انهم شيء واحد، شيء انصادق يعني كلهم سوا، كلهم سوا، لان هي تختلف الاسامي لكن المعنى واحد. اجل من هو الصاحب؟ الصاحب شوف يقولون الصاحب اللي هو يصاحبك، وش نظرينا؟ يقول الصاحب ساحب، وما سمعناها قبل، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، الصاحب اللي ايش يصاحبك على اشياء بسيطه. صحيح، يعني صاحب عمل، صاحب عمل، صاحب مهنه، صاحب مهنه، صاحب استراحه. انا عندي صاحب استراحه، اشرب استراحه، تلقى عندك واحد ما بيكم بينك لكنه صاحبك تعرفه. لكن ما صار بينكم يعني بعض الامور، ما صار بينكم يعني مواقف ما صار بينكم شيء، يعني اذا لقيته عرفته بس ما راح تبحث عنه. طيب ومتى تعرف من الثلاثه هذولا الحقيقي او تكتشفه؟ هو مع الوقت، هذا الشيء الاول، ومع المواقف. سلام. الله الله، المواقف تبين لك كل شيء. نشد. يمكن تعرف لك واحد ينطون السلامة ويصير بينكم وبينه موقف على طول، تلقى تعرفه خلاص، عرفته صدق، تحطه على قولتهم على يمناك، هذا على طول. وبعضهم يمكن ياخذ لك وقت، تلقى مع الوقت تكتشف ان الرجال كفو. فالخوة والصديق يبين مع المواقف. طيب في حالة الخطأ تشوف العذر زين ولا؟ اي نعم. وترجع الخوة على ما هي عليه. الله الله، شف الخوة الصادقة ما يأثر عليها لا خطأ ولا شيء، بالعكس إذا اعتذرت تشد الخوة. يعني تشوف أن العذر بعد الخطأ شجاعة. نعم نعم. وفي يمكن بعض يقول بعض الأخطاء قوية ما يعني ما تقبل العذر. أنا أشوف ما في شيء ما يقبل العذر. صدق. ما في شيء يقبل العذر، شيء من الأمور. وليحيث ما تقبل العذر ما تستاهل. بعضهم تعرض عليها العذر وما يقبله. إيه. أنا وجهة نظري، أتكلم عن وجهة نظري أنا طول السلام، ما أتكلم عني. صادق كل هذا. أنا طول السلام أشوف وإن إذا صار خطأ بينك وأنت ورفيقك واعتذرت منه، بالعكس يرجع حتى أحسن من أول، لأنه لو إنه ما يغليك ولا يحبك ما اعتذر منك، لأن بيلقى غيرك على قولتهم ألف. ما وقفت الدنيا عليك انت، لا، لكن يوم اقدر منك وشاريك وشاري خوتك. يا سلام عليك، هذا كان كلامنا البارح وقبله. الشباب اللي عنده سؤال ولا يبغى يوجه انا على بس اكو سؤال بس كنت ابغى افهمك كيف كان طريقه الاسئله وكل واحد كل واحد نفس السؤال. لو خيروك تجي وش ما غبي، ابدا من يمين ولا يسار؟ اللي تبي ابو مشعل. ابدا من بندر. لو خيروك بين الحاضر او الماضي، اعطني التعليل لكل شيء. إذا قلت حاضر أو ماضي، والله شوف الماضي واحد، الماضي يعني الماضي القديم، الأولين ولا ماضي هو إيش ماضينا؟ حنا ماضينا مال أطفال، حنا إيه؟ لحقنا على ماضي قديم صحيح ولا الحاضر؟ صحيح. والله شوف رأيي أنا وكل واحد له رأي. نعم. أكيد إن البعض هذا إذا ما كان الكل يتفق على إن الماضي كان جميل، لأنه فيه ذكريات تجمعه بأشخاص غاليين، وفيه كانت طفولة وكانت مواقف حلوة وكانت الدنيا حلوة ولا زالت الدنيا حلوة. ولكن أحب الحاضر بزيادة، لأن الماضي راح وما عاد يعود، ولكن استفدت منه أشياء كثيرة. استفدت منه الذكريات الجميلة، واستفدت منه المواقف، واستفدت منه خطاي. يعني كنت أخطي في الماضي، تعلمت من الخطأ. سلام صحة. عرفت الحاضر جميل جدا، ولكن انتبه من الغلطات اللي سويتها في الماضي، لأن الماضي درس وتعلمت منه، ولكن يبقى جميل. والحاضر بعيشه، والموت تفكر في المستقبل، لأنك عيش اليوم ما تدري ايش بكره يصير. بعضهم عايش في الماضي وعايش في المستقبل ونسي من الحاضر اللي هو قتل متعة اليوم. يفكر في بكره ويفكر في امس وضيع متعة اليوم. صدق بيض الله انا وجهك ابيض. روح لفارس ولا والله انت قوم حلم يا ولد حلم. ابو شبيب لبيك الله يلبيك. جوابك؟ والله انا جوابي طال عمرك، انا محمد عايش في الماضي، اتكلم عن نفسي انا. حلو. انا الماضي يعني لمحمد شيء كبير، وما زلت افكر في الماضي كل ساعه وكل يوم. يا سلام. لكن لابد الواحد يعني مهما كان يفكر في الماضي انه يعمل الحاضره، يعمل مستقبله. الماضي لن يعود لكن تبقى ذكراهم الجميله. لكن نقول ان شاء الله ان المستقبل اجمل من الماضي باذن الله. بيض الله وجهك. وجهك. فارس، احنا كنا في موضوع قبلك، قلت لو خيروك بين الماضي والحاضر والتعليل اذا اخترت الماضي والحاضر وايش؟ تعطينا التعليل وليه؟ اذا اخترت. وش السبب اذا سواء اخترت السبب. الماضي ولا الحاضر؟ ودك تعيشه او يعجبك الماضي ولا الحاضر؟
والله شوف انا اعيش الماضي الحاضر. الماضي تخطيته الله لا يهينك يا ابو شبيب ويطول لي عمرك ان شاء الله. الماضي طال عمرك فيه ذكريات حلوه حلو، لكن اغلبه مؤسفه. ف ما احب اعيش الماضي، احب اعيش لحظتي فقط. الحاضر ما افكر، المستقبل ما افكر فيه، احب استمتع بلحظتي. اي فرصه تجيني استغلها، اي دقيقه احاول احللها فقط. بكره وش بيصير علمه عند الله. يا سلام عليك، اتفق معك. بيض الله وجهك. وجهك ابو عاد. انا اذا يعني على الامنيه ولا اذا على الخاطر نرجع للماضي، لكن يرجعون اشخاص كانوا معنا توفاهم الله سبحانه وتعالى. كثير من الدنيا. في ناس فقدناهم كثير واوجعنا فقدهم. الله يرحمهم. لكن اذا يعني واحد ما يقول الكلمه دي، لكن اذا ما يعني ما رجعوا هم معنا في الماضي، ما الماضي ما به. خلنا في الحاضر ونمشي. هذا وصلت اللي في خاطري. حلو، بيض الله وجهك ابو مجد. عندي الماضي. طيب عطنا السبب. يعني بلد من لذة الضحكة والبساطة. الضحكة اللي تهدمع منها العين. خدنا البساطة. قدنا الحين حياتنا كلها شقة في عناء، في تعب، في إرهاق، في طرد الرزق، في من أول حد في الدنيا همومنا كلها. أبشر بعزك يا أبو. والله كفو يا أبو. مساعدك. والله كفو. من يوم جاء عمري 17 وأنا فاقد أن الحياة تجاه ما غير إن شاء الله قصور في حياتي دي، لكن فقدت الضحكة وفقدنا الحياة الشديدة. الحياة الشديدة. طيب يمكن عشان الحين عندك مسؤولية يعني. لا الحين الواحد من عقب 17 يمكن الكل صارع الحياة، يبدأ يصارع الحياة، صارع مشاكلها، يصارع عنده مسؤولية. ما يبقى مسؤولية بس صارع فقرها ودينها وشأنها وزعنها وصوادفها وحمولها. فأنا أفضل الماضي لأجل الوناسة والضحك ويعني الخاطر. الجمل وتشيلها يا أبو معجب. أبشروها بعزك، رزقك الله بأخوان. والله شرب السعادة. أبشروها بأخوان شمة يا أبو معجب. والله لك شرب الله بسعادة. هذه والله المكسب. الله يطول عمرك بيض الله وجهك. والله العظيم منكم ولقطع هرجك. والله العظيم ثم والله إن المعرفتي فيكم خاصة ذي المعرفة إنها مكسب. عرفت ناس عرفتكم كل كبيرة. شربنا يا أبو. نعم هالحق. نعم هالحق. كم مكاسب. ولا عليك زود. بيض الله وجهك. أبو حمد. والله شوف أنت كل شيء فيها شيء زين. لكن بالنسبة لي أنا الحاضر. أنا الماضي قد راح خيره وشره، في أشياء يعني طحنا فيها وتعلمنا هذا الحين ولا عاد نبغى نتذكرها. في الحاضر فيه كل شيء حلو. إذا جيت تبغى تسوي شيء تتذكر إنك سويته في الماضي وكان غلط، تعلمت الحين تتخاطاه. سلام. هذا ما عندي، بعطي بيض الله وجهك. وجهك، بخسر الوقت. أبو صيد. والله شوف أنا الحاجة اللي تمناها أرجع للماضي. السبب كان في حاجات مهيئة لي ما استفدت منها. لو إنها تهيأت لي الحين ما راح أستفيد منها زي يوم كنت. عمره صغير كان لها وقت، لو استفدت من هذاك الوقت ممكن، وثارها الآن أشوفه قدام. لو إني استفدت من هذاك الوقت إن شاء الله. بيض الله وجهك. أسأل منك يا مشعل، أبيها جاهزة؟ أنت باقي الأيام. أنت جاوب جاوب الأيام بيبدأ في الأيام. والله في بعض الناس ودي أعطيهم على جوهم، أنا ما لحقت على الماضي. بيض الله وجهك. والله شوف الناس يقول الماضي جميل، ما لحق على الماضي جميل. كل وده في الماضي الشيء الجميل، وكل مر سواء ماضي ولا حاضر، كل مر بزينها بشينها، ولكن الله يكتب لي في خير. اللهم من آية علي سؤالنا كان قبلك، لو خيروك بين الماضي والحاضر وش السبب اللي تختاره أنت؟ سواء ماضي تعطينا السبب. أغلب الناس تذكر الماضي بالمواقف السيئة أو المحزنة حين ترجع إلى الماضي. والله كنت أتحدث في المواقف السيئة، في خسارة، في حالة وفاة، وأنا أذكر الحاجات المفرحة. فالحالة ديدن الحياة. لو أنا أبوك بختار الماضي أبمر على ما مريت عليه أو أصعب. فأنا أشوف الحاضر، لأن الماضي راح يمر على أي شخص، راح يتوفى من جماعتك أشخاص، راح يمر عليك موقف محزن. تجرع المر. إيه
بعد بالحاضر بيمر عليك نفس ما مر عليك في الماضي. الوفاة ولا هل ارجع من جديد؟ هل ارجع من جديد؟ احزن على فلان اللي مات قبل 5 سنوات لا هذا تقريبا انه يعتبر من ظلم النفس لان هذا مصير الحياه. اي هذا مصير الحياه. هذا الله خلقنا كذا. هي ما هي بعلم فهم ما هي منشوره على هي على الحياه. ان شاء الله ان الله يحسن خاتمتنا. انا اتكلم عن ويجعلنا من جنان اهل الخلق. هي على الحياه. انت تقصد تضاريس الحياه يعني تضاريس الحياه. بساطه بساطه. انك ترجع للايام قبل. خلينا نختصرها قبل الجوالات ذي. قبل الجوال قبل نعرف. انا ما لحقت على ما اخذت الجوال ذا اللي في ثالث ثانوي اللي هو الجوال. جالكسي ذاك الصغير يوم خذيته لين كاني ما اخذ الدنيا وما فيها بعد شارينها مال لي اخوان والسيارات ثم حتى الملابس اللي رهن الملابس الزانه ما نعرف حياه بساطه تروح البقاله على رجليك البقاله بعيد منك رمضه في شمس يعني حياه لها لذه كل شيء له لذه على ما قال الشباب على وضع على وضح النقا نعم ما تدري ايش كل شيء له وناسه ال 10 ريال لها نعمه اي هنا اقول لك طيب لو لها فائده لو تجلسك مع واحد ابو 60 سنه او 50 سنه تقول ارجع من عمرك كم بيرجع؟ بيرجع 30 سنه احنا ما جينا حياتهم بعد قبل ازين عندهم فترى من عمر 8 سنوات 7 سنوات الى تصل لمرحله المسؤوليه اللي تقول انت 17 18 هذه حياه ود كل واحد يرجع لها لانت لا عليك مسؤوليه ومستانس ولا تشيل هم احد وكلنا نشيل هم تفكر كيف ترقد وتاكل بس بس لا تعديت اي لا تعديت 18 19 خلاص على يدك قم بحالك صفك الدنيا لعمرك وبالعكس كلنا وده يرجع للفتره هذه اللي هذا الكلام بيضل وجهكم بيك عزوز عندها مشاركه بس بسيطه مشاركه بسيطه ابو ناصر ابو ناصر يستاهل يستاهل ابو ناصر يستاهل الله يطول عمرك وانت كفي على لحن المحاضره سلام مرحبا عند ابو ناصر طويل الذراع مرحبا عند ابو ناصر طويل الذراع راعي ابشر وتم وكل شيء يزهله راعي ابشر وتم وكل شيء يزهله جلسات اخوان شم في المواقع تذاع جلسات اخوان شم في المواقع تعطي دروس في الخوة وفي المرجلة تعطي دروس في الخوة وفي المرجلة تعطي دروس في الخوة وفي المرجلة صح لسانك استاذ ابو ناصر استاذ ابو ناصر ابو ناصر طول عمرك صح على لسانك ابو ابيض وجهك ابو صقر ابو ناصر يستاهل يستاهل وش اخر بيت يا عزوز دروس بالخوه وفال مرجلا تعطي دروس بالخوه وفال مرجلا صح لسانك صح لسانك ابو صقر يطول عمرك الله عليك يا ابن فرع مرحبا وين نوم نستاذنك والله يا ابو ناصر والجميع يلا يا رب يا الله الوعد بعد الفجر الله يحييكم نرجع لكم عليه ولا طيب اشعل خيمه كان ربي يفرق في الولايف اي زين اما الدو اما الدو اما الدو اشعل اشعل بما تشعر اشعل اشعل بحق قوات الواقع اشعل واحد حرام يلا يا رب انهم ما يسمعونا اشعل مبارك ايه سوى اخر واحد معك وكسر ايه صادق سجلت منك سواني اللي سرات ما ادري ابي اشيك لا انت ما تحطي هاي الصوره والله ما شفتها الحين ساعه واحده سلم سلم على فارس مالك اللي يقول مالك يقول في الحجاج وخلوا خلوا البال مرتاح يجي خل عنك الهواء جيس 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 يا الربع قول لا اله الا الله قول يا الله
صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. اطرح صلوا على النبي. يا علو طلعت انت انتهت النقاط. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. صلوا على النبي يا عقل. كما جمعنا في هذا المجلس نجمعنا في جنات النعيم. امين. اللهم ان وامهاتنا وابائنا وجميع المسلمين. اللهم اجز كل متبرع في هذا الوقت خير الجزاء يا حي يا قيوم. ومن خسر بالتبرعات اللهم يسر امره. واللي ما تبرع يا انس. يا حي يا قيوم. واللي ما تبرع. واللي دعا. واللي ما تبرع اللهم سخره يا حي يا قيوم لهذا الوقف يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم ارزقه ويسر امورهم يا حي يا قيوم واشف مريضهم وعافي مبتلاهم يا حي يا قيوم وارحم موتاهم يعلم الله اني احبكم واحد واحد الله يرحمك احبك نفس الشعور سبك والله اخبر اخبر صاحبك انك تحب معنى الحديث انا احبكم انا احبكم جميعا انس انا انس لبيك انا احبك الله يحبنا وياك احبه الله يجعلنا من سبعة ظلهم الله يوم لا ظل الا ظلك امين علي احبكم الموت عزوز علي احبكم الموت احبكم الله يرزق المشاهدين امين ان شاء الله يغفر ذنبهم ويوفقهم ويوفق داعمينا كلنا هذا حقنا اي والله ندعي لهم انا ما داعمينا اليوم ايه انس داعمينا اليوم دقيقه بقول لي كلمه والله يستحقونها اليوم طال عمركم ما ادري من عندي من العيال نسولف انا ايه انا ما ادري كيف نشكر كل مشاهد مستمتع معنا الان وكل داعم كل مشاهد فاضيلنا ايه وكل داعم قاعد يدعمنا ويحشتق لنا ها ويدعمنا ويتبرع عنا او يشاهدنا ويدعي لنا او يشاهد ويضحك منا اسال الله انا ما ادري كيف انجازيهم والله ما نقدر نجازيهم صدق ان حمل ثقيل شيء حمل ثقيل يعني انا والله اني استشعر هذا واسولف فيه مع الربع داخل اقول انا احنا كيف نجازيهم والله ما لنا الا الدعاء ما نقدر الا ان ندعي لكم جميع ما نقدر نخص فلان عن فلان لان والله انكم عددكم واجد دعم فلان وفلان 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 دعمنا كلنا والمشاهدين كلهم سواء كبار سن بعمارنا أكبر منا أصغر منا كلكم عسى الله يوفقكم إن شاء الله ويدخلكم الجنة ويشفي مريض منكم ويرزق المحتاج ويزوج اللي يبغى الزواج ويوفق الجميع ويفرج كربة المهموم نعم ويفرج كربة المهموم ويرزق اللي ما عنده وظيفة هذا والله حقكم علينا هذا اللي نقدر طال عمركم نسويه وبعضهم يدفع من جيبه علشان والله انه يخسر شوفوا يا شباب مع انه والله مقصرين معهم والله مقصرين ولهم لهم حق سامحونا وما يبون منا ترى الا يعني التواجد هذا كلام انا يمي ذا يلا لازم نركز يبي منا هذا كلام يمي انا ويمكم ان شاء الله وانتم اعلم مني لكن هم يبون نبدع ترى ابداعنا يفرحهم ويونسهم خلهم يسامحونا سامحونا 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 عندك معلومه لو كل واحد على الشاشه ولا يتابع مثلا يقدر يوجهنا كلام كان طلعنا من القناه كان هالحين كل واحد شاق نقول وجهه والسعاده والله او يبسي من كثر كلام الطيب من كثر ما جاء من كلام احنا نبيهم يسامحونا على التقصير بس اي والله سامحونا وابشروا والله باللي بيرضيكم يا ان شاء الله يا متابعين ابشروا باللي يرضيكم خاصة معاذ يا معاذ عارس معاذ طيب اسمع والله ان مقصرين لكن ابشروا بالخير صح ان نقولها علي دقيقه تكلم يا ثنائيتي اصبر صح ان نقولها واجد وربع واخواني يقولون واجد ان مقصرين وابشروا بالخير ونبشر لكن صدق هالمره هذه الربع عاهدوهم وعدوهم يلا بالراحه انا وعدتهم وشو انا اوعدهم اوعدهم الحين سرعه كلكم سرعة. انا اوعدهم اني سوف يرون جهد لم يرونه طوال 58 يوم اللي فاتت وانا اقول سامحوني راح عندك راح يشوفون دقيقه عليان يا اخوك دقيقه الشابة دقيقه عليان يا اخوك كلام عند اخوهم عندك يا عزوز اوعدهم ان النوم ما عاد يتعدى اربع ساعات كفو فالبث ممتاز عندك علي اوعدهم ان يشبك 24 ساعه يا شباب عندك عزوز احنا قدامهم مشاهدات بس سعد وابشر بس عندك يا انس اقول اوعدكم اني انا سلميموني اقدم ما لدي جد تقول انس وينه مخبي جعل ربي يطول عمره الله يطول عمره يا حي يا قيوم متاعها بالصحه والعافيه اللهم امهات المسلمين جميعا اللهم خلاص باذن الله ان نشد حيلنا ونقدم اللي علينا لكن اذا قصرنا حاجه بسيطه اعذرونا واذا طولنا بالتقصير لا والله كونه عندك يا حميد
والله اوعدهم ان مشروع محمد مختلف للافضل باذن الله. محمدين محمدين انا و انا كلامي من كلام اخوي حميد باذن الله انكم تشوفونا مختلفين للافضل. وعلى قولة ابو عايض ان جاء منا تقصير اعذرونا ترى بسيط بسيط وان كان واجد وكونا واغسلونا تعذرون انتم اللي يعذرون. سلم عندك عليان ابشرهم بالهماهيت والهمبله والسنبله انجليزي الدربشه هذه يومي وبشروا بالريالتي والانشاد والسوالف ما جاء الانشاد واطلب مبارك طر سم يعطيني تم تم قبل لا يصل مطلوبي تم يرجع سيره الرسول اللهم صل وسلم. دقيقه بس بس يا ربع بس بس يا اخواني رضيت يا جمهور يقولون ايه كذا كذا سؤال صفنا اي رضيتوا يا ربع علي شمر عنده خلاص يا سلام طيبه خلصت يا محمد عندي حد بس يا علي تفضل سف اعطاني الانشاد الى امي هذه في شيله اللي انا بدشنها يا سلام يلا يلا عاد يلا على طاري الربع يا الربع محمد خليت وقتك يا محمد الربع بس والله جيت ثنائيه على طاري الانشاد انا اليوم سويت شو معلمتكم وش سويت عمل اليوم لا 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 صدق علمتنا نعم علمت علمهم علمتكم كم كم علمت وتعلمهم انا معه نعم للامانه ما نديت بس وجع اسلم يا علي يقول اسلم اصبر علي اقول تراب فلعد بس اخرني تراب فلعد اسمع دقيقه فلعد اخويا هذا تسلم انعملي انعملي اعملي وش انت موظف وين؟ والله في استوديو انا عمل بكره ان شاء الله يكون خالص وانتظرونا موظف سماعات لا تطلع ما ادري كم انتظرونا غدا الا اصيح والله من الفصل اصيح اصيح خاطر خلاص موضوع عند علي الطلاب عندهم اختبارات واقول لكم عاد حلو عندهم اختبارات كل واحد يبقى لهم دعوه ونصيحه يا ايش دراك مع الجوال علي لا يتكلم حق المكالمات في المطبخ حق المطبخ اسمع اسمع الله يحطك على الجزاء الله يغضب على العدو اسمع علي كل واحد يوجه له كلمه ودعوه سال الله لهم التوفيق والنجاح واحد واحد الله يوفقهم واحد واحد عندك يا علي عند عبد العزيز قال هو كلمه الله. كلمه ودعوه نصيحه اقول اجتهدوا وادرسوا لا تهملون في المدرسه والله يوفقنا وياك عندك علم علم واحد المدرسه انا واصل هذا واحد المجلس سال الله انه يوفقهم اخوان الطلاب ذولا سدد خطاهم وعليكم بالمراجعه بعد صلاه الفجر انس سم سم الله عليكم مراجعه بعد صلاه الفجر الزوج. عندك اخوي علي ما خلص علي ما خلص خلينا نلقاك الله يغضب عليك انا اصيح اصيح من طول اليوم ما اصيح اثنين انت باللي يعذرون نبداك عواج من خصك تم 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 روح روح اي والله والله انا قاعد مراه انا واجبك هنا 30 بكره ما امك من انكرك اللي انت لابسه خلاص اكرر كذا الله يوفقهم يشرم امين يجعلنا نشوفهم من اعلى في اعلى باذن الله اللهم امين امين انا اوجه اقول مثل ما قال علي المراجعه عقب صلاه الفجر الظهر المراجعه عقب صلاه الفجر صراحه زينه زينه واذا غلطت على الاختبار شم بالله عندك فارس شم شم قبل كل شيء سم سم وقبل كل شيء عندك انا ولد ابوي صد انا ولد ابوي واتهون امي كفو عندك اول شيء اقول اذا دخلت الاختبار قولوا اللهم لا سهله اللهم لا صعبه الا ما جعلته سهله سهله وذاكروا وادرسوا عدل لا عشان ما تصيرون مثلنا ومني انا من هنا شنو عطى هذا ابو لا صدق كلنا مدجين انا اقول الله يوفق يا شباب انا اقول الله يوفقكم ان شاء الله امين محمد عطنا بسكوت يا محمد عطنا بسكوت عطنا بسكوت عطنا بسكوت يا محمد عطنا بسكوت والله ما ذاكر شهادتك عليكم مذاكره قبل النوم قبل النوم ولا وقبل على الفجر ذاكروا واجتهدوا والله يوفقكم دنيا واخره ان شاء الله وتحققون اللي تبونه وعليكم بالشهاده ما ينفعكم الا هي الشهادة الشهادة تكون الشهادة تكون أقول لهم الله يوفقهم يسر أمورهم أقول الله يوفقهم يسر أمورهم والله الله بالمذاكرة والله ما ينفعكم على قولة أبو بندر إلا الشهادة الشهادة لو تاخذها وتحطها تحت مخدتك خذ الشهادة انجح وخذ شهادتك أسأل الله لكم التوفيق والنجاح وابشروا بالخير إن شاء الله
عريان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شم شم. سميت بسم الله. يعني خلاص. سميت باللي. أسأل الله توفيق قلهم. كلام جدي عليك. والنجاح. آمين. و أول شيء. شو عند منا؟ الدعاء. اطلب الله. صدق. قبل الاختبار. وانت ذاكر اطلب الله سبحانه ذاكر جيدا جيدا وسم اول ما تاخذ القلم قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله وقرا دعاء السفر واختبر وغش غش برشم وش 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 لا وش اقول وش 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 ما تسمعني وش 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 الله توفيق لك كان عندك سالفه اول دقيقه عزوز يا ابو ربي على طاري ذا قطعنا على سولف يا حميد الرجال قطعنا لا عنده سالفه قبل 20 دقيقه ما سمعتك انا بس اقول لحميد ايه قلبي جاي العشيره وش وش انا قبل 20 دقيقه الرجال حسبها اي والله عزوز انت تقول على طاري بعد سالفه الماضي خلاص داخل نحل مشاكلنا داخل يا ولد شوف الغباء شوف الغباء يبغى يدس يبغى يدس فم على الكاميرا بدس على نفسه وعطى ابي اسلسل من القطع عشان علي ما عندنا جواب علي محمد بندر علي عندك شو اسمه؟ شو اسمه؟ الجنط اجنط الجنط اجنط كذا نلعب قرويش ولا قرويش قرويش عزوز عندي اربع شوك وكذا محله يوقف انا سياره لا انا انت احسن مني انا العب بنعول تكرمون كريم بنعال تقل خبل اسوي لي مسار حلو زين زين اقتنعت ها زين اقتنعت خبل عشان كذا احبكم ايه يا قرب دقيقه يا شباب دريها بلعبه ثنائيتي ثنائيتي يعني عنده سالفه من اوله وش دريها بلعبه عزوز 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 علي الشمراني عنده سالفه دقيقه لا ساعه اشرب ثنيه راحت سالفتي خلاص تكفى يا علي سارت تكفى يا علي سارت الوجه هذا كله بيضحك تكفى يا علي لا ملقفة يلعب ملقفة سالفه لا ملقفة يا ملقفة سولف انس انس تكلم انس سمى يقطع رسالة ايه انس ما يسولف انس يا اخي جيبه انس ما تشوف مرتاحين الحمد لله الحمد لله خل 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 لا بعدين تزعل جدي تقول اي والله كل شيء ولا جدد كنوسه والله النوسه 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 حبيبي النوسه النوسه حبيبي عزوز خليها خلاص عزوز قول النوسه قول النوسه قول النوسه قول النوسه قول النوسه هذه مشاكل عندنا احنا لازم نقول علي مشاكل عندنا احنا هذه لازم 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 نصلح اسمع ابونا اصلح اسمع ليه تزعل اخوك؟ ليه تزعل ما تقط شيء ليه تزعل اخوك؟ انا ما قلت شيء، قلت شيء يا شباب الله يخلي محمد وراسك مسكت مسكت تقول لا تحرج وراسك مسكت يا لب حمد حب راسك بك انت اخوك رقع لي براس اخوك حب راس اخوك حب راس اخوك وذا عيل اسمع كلامه شف والله انا اطيب منك هذه حبيت راس اطلب 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 اسوي شيء عملني مع ساعه ليش تعرف اسوي شيء ما اعرف اسولف خطهم هرج ترى هرج لا بس بينت علي دورتن اظهر هو اللي بينطرد من اقرب بصير ثلاثي ترى زوج زوج ترى الاسم جاهز الثلاثي بعد جاهز كل شيء جاهز ترى بوجهي في جاهزين اثنين اثنين شوف صار خمسه احنا شوفهم عليان ومحمد لا اطلع انت روح لهم كمل واضح هذي الحين احنا ثلاثه واضح انا ترى ما انا اعلن من هذا المنبر ايه اعلن من هذا المنبر لا تقول اسحب انجسك خروجي استانس الى الغرفه بعد شوي استانس اعلن الاعلان ذاك بيجيك منا حنا مو منك انت كم يا ابو اعلن استمرار عزوز الدفع الرباعي وانتم ظلمتوني ثم مره بسبته وانا امشي شفتوا لا انتم والله لا انا ما عندي مشكله ترى جمل وشي ما علي من اكل شفتوا لا لكن ترى ظلمتوني ست مرات بسبته وما يقول لي اشياء يقول لي اشياء وانا ما سويتها تبلى شفت على سلامك قش الحب شفتها شفتها بالله شوف على السلام على السلام يا عز معجب ليش ما تسوي الحركات هاي بغرفه شوف بالله شوف انا ما سويت شيء اذا يرضيك ابو ايش معنى اذا يرضيك ابو انت طالع على اخوك شوف هذا بون صار صار عايض لا خل 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 ايه ما لعبت بالدرع المكسور ما انا اقول صح ما له شغل ما له شغل يا مناحي ما تواحد قطع على بني الدرع الله يرحمه يا شباب كيف يقطع قصيدتي ابو احمد الله يطول بعمره خلينا ان شاء الله كل ما توهق قطع على بن جدلان علي كل شيء بن جدلان لا يا رب يا رب يا رب يا رب نمزح ونستانس لا 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 ما خلنا نحرك فصل حطه على دفع رباع خلوه بالحاله ابو بندر انا ابو بندر اي ابو بندر نبي زيكم الفطور نسولف
ونضحك ونمزح وخذ راحتك معي. لكن لما تقش وتحطه حب على استانس يا ناس. استانس يا ربع يا ربع صلي على النبي يسوي لكم قلقل وهم ما بياكلون. الله يبيض وجهك. لا 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 والله قسم من قسمي. لا اذا زعلوك اذا زعلوك بعض المزوح تراها يجيني تراها ما هي يا ربع يا ربع ابو صقر صلى على النبي دقيقه ابو صقر ابو صقر لبي يا ابو صقر الصلاه باقي لها ثلاث دقائق صدق قول الله يخزيك لما تصل حموركم كلها يا ارباعي تبزي صدق يلا نستاذنكم عاد نستاذنكم الله يسلمك نصلي مسكت عنها عطها بتحب حب 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 يلا يا يلا انا حبيب اندومي انا قايل لك بغيرك يا علي قال سوى اخر شخصيتك الثانيه ملكعتني الدنيا انا عارف نعم يا ابو مشعل والله ادري ان عنده حس كوميدي يا ابو مشعل ترى مش حمد يا تشر كوميدي يا ابوي بس انه ايه يا بيله شوي مشكله بشيء ان شاء الله اي واحد يجي جلسه ريالتي ها لبي هندوي هذه ضيافتك والله ضيافه طيب هذا اللي انا وياه بس واللي يبي ما حبوش وحنا مرحبا اللي يبي بس انا عزوز احنا رجال ما ناكل اندومي قولوا له الله ايه تبون حمضيات 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 انا رجال واكل اندومي طيب حمضيات نخلط على حبنا حمضيات عطن عطن حمضيات الحمد لله عطن نفسه حمضيات ابو ابو هاي القم مو القم لحظه دراك متاخره فارس حمضيات خط رجعه فارس فارس حمضيات بس لا قل فارس فاريس لا لا توهق صح؟ اليوم مبارك اسمع انا والله استيعاب بطيء اسرع لحظة دراك واسرع خطا يا ربي تكون يا عرب تكون يا عرب ربي نعم يا صندوق ها ايش عاد تبون؟ واجع غريبة وين الجبن؟ ما في ولا لو هي هم يجيك الجبن تطبخها معه ولا تطبخها معه؟ اي بالله طبخ معه ويجينا طعم ويل 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 ما تعرفون انت صدقون والله ما كنت احب الاندومي حتى انا لا انا احب والله قبل لا ادخل ما كنت احب الاندومي كنت اكل حتى ما كنت ادني بس يوم جيت هنا اياه حتى يوم جيت هنا اكلته توقع خلاص اندومي زين لكن تطبخ مع جبن تطبخ ايه اشك ما تعرف هذا بالجبن لا كذا قلت انا ما اكل الاندومي لان احط الشهاده اكلته نيبه ها ابا 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 الارض مربعه اليوم ما شاء الله هاي مال البركه ابشر مش عادي اعطي رايك اوفي راح هالدرجه رايي يهمك يهمك ايش بام عرفتك انت بسحبها زلقت لا تدري راحت ما زلقتك في خلقك ليتني والله بالفرش انا ما نزلت ليتني والله جاب انت تقول يا جمهور ليتني والله راقد متابعي متابعي لا متابعي ما نمت اليوم لا تروح عين ها لا تروح عين خاف علي تبي وحده ثانيه حتى انا يا دقيقه دقيقه وش هذا دقيقه وش هذا وش بنادول وش هو له بنادول وش هو له صداع اعطيت وحده ابو معجب وحده لي صداع اي كم باقي لنا بكره كم باقي لنا حبيبي كم باقي لنا عندي كتفاست كتفاست يشيل الصداع صب بالماء من عروقه اي كتفاست محلول انصب بالماء صب والله لا لا خلاص هذه قوتها 600 والله يا ولد ما عليه هذا ما هذه قوتها 600 اصبر شوي ما دخلها هذه قويه خبر شوي بعد ست بعد اربع ساعات والله ساعات واجد متى اكلتوا انتوا قبل كم لنا نص ساعه شو يوم جيت انا جيتكم قبل بعد الصلاه كلها بعد الصلاه لا لا ما يصلح مو اكل ما عادي اي بس قويه قويه 500 و500 انا شفت لعبنا لعبنا احنا عرقنا وضربنا عشان كذا اقول لكم يا ربع يا ربع خلنا نلعب هنا كل ما اجي الله يخليك ما اقدر ارده اي والله يا اخي تكفى واجع تكفى يلا علشان والله يوم طلعت قلت علشان واجع ولا والله ما لي انتم يردون في شيء من الامور ترى سبحان الله ما اقدر اقول لكم ليه كذا لا اقعد معكم ساكت زعلان عليكم ما نحبك كذا خلاص عشان كذا يلا اللي فيها فيها لو تبي وش بس لو تبي وش تبي اطمر تبي اطمر الصور اروح النساح واجي رحت احنا وين حبيبي احنا في النساح خلاص احنا اقطع الشعيب بلد اغامر الحين يا واد وين هو وادي النساح هذا هو هذا هو دون الجبل هي هذا هذا ايش ايش الجبل يا والله ولا كيلو يا رجال لا لا هذا كذا وادي النساح وش وادي النساح شو ايش عيب يا ايش عندهم قاعد صيد لا والله حلو ايش عندهم هذا يسيل عندهم بقاله والله
تستعبل انت طول عمرك لين يوديك على خد دمت اقطع بك ما ما ولا ما ما لا لا ما يصير ايه في بطحه ولا ما فيه